نور خالد النبوي لفت الانتباه في رجعين يا هوى. خفة ظل روح المرحة نالوا إعجاب الجمهور. قدم أغنية في الحلقة الأولى وواجه اتهامات بتقليد أغنيات كيفي كدا لويكس. خلال الحلقة الأولى في مسلسل رجعين يا هوى، ظهر الفنان نور خالد النبوي في أحد المشاهد وهو يغني، حيث كان بينزل على السلم لمقابلة والدته اللي بتأدي دورها الفنانة وفاء عامر. كان اللافت للانتباه إن الأغنية اللي قدمها نور خالد النبوي تشبه لحن أغنية كيفي كدا لمطرب الراب ويجز مع اختلاف الكلمات فقط، وكانت كلمات الأغنية عاصر على نفس مانجا واخد الدنيا دي زنجا وانجا. بجانب اللحن والكلمات، قام نور بأداء بعض الحركات تشبه ويجز، بالإضافة لارتداء ملابس لونها أخضر، ما أعطى إشارة إنه اللقطة مقصودة وليست مجرد صدفة. مسلسل راجعين يا هوى هو أول عمل بيجمع نور خالد النبوي بوالده، وبدت أحداث الحلقة الأولى بداية ساخنة، حيث اشتبك خالد النبوي مع بعض الأشخاص في بار داخل عاصمة المجر بودابست، وكان بيشاهد وقتها مباراة محمد صلاح اللي سجل فيها هدف 100 في الدوري الإنجليزي. خلال الحلقة الأولى التقى خالد النبوي بالفنانة نور اللي بتقدم دور ماجي على متن طائرة متجهة لمصر. رغم بداية تعارفهم المتعثرة، تبادل الثنائي أطراف الأحاديث خلال الرحلة وتعرف كل منهم على الآخر. يضم راجعين يا هوى عدد كبير من النجوم، أبرزهم خالد النبوي ونور ووفاء عامر وهنا شيحة وأنوشكا وإسلام إبراهيم، وقام بتقديم غناء تتر المسلسل الفنان مدحت صالح. رجعين يا هوى هو أول تجربة تجمع نور خالد النبوي بوالده، رغم اعتراضه الشديد على دخوله عالم الفن في بدايته، وطلب منه وقتها أنه يدرس التمثيل ويطور موهبته حتى يحصل على فرصة حقيقية بمجهوده. وبالفعل استطاع أنه يتألق في دور الضابط محمد شوشة في مسلسل الاختيار 2.